النهاردة بيحتفل العالم باليوم العالمي للحد من الكوارث وكيفية تخفيف أضرارها. طبعا هذا الاحتفال بيأتي في وقت بيواجه فيه العالم جائحة كورونا اللي عصفت بدول عديدة، وما زال البحث جاري عن حل لتفادي أضرار تلك الكارثة. في هذا الإطار أعد صندوق تحيا مصر تقرير استعرض من خلاله مساهماته في تقليل آثار عدد من الكوارث الطبيعية اللي تعرضت لها البلاد، ودوره كمعاون لأجهزة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. نستعرض هذه الجهود من خلال العرض التالي. معانا على التليفون الأستاذ محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر. أستاذ محمد أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ ريان. مساء النور. كلمنا عن دور صندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث، وإلى أي مدى يعني في تعاون وتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقيام بالدور ده؟ الحقيقة محور مواجهة الكوارث والأزمات كان من ضمن المحاور الأساسية اللي تمت يعني الاعتماد عليها في تأسيس الصندوق لترجمة رؤية الرئيس في وجود أداة معاونة لأجهزة الدولة وهي صندوق تحيا مصر. الهدف كان دايما أن احنا نكون جاهزين لمواجهة الطوارئ اللي ممكن تواجهها البلاد، وكانت البداية الحقيقة من السيول الصعبة اللي كانت واجهتها الدولة في 2016، ودي كمان كانت عصفت أكيد بعدد كبير جدا من المزارعين في غرب الدلتا، وكان وقتها التوجيه لصندوق تحيا مصر ان هو ياخد كل الاجراءات اللي بتكفل عدم تكرار الازمه دي. ومن هنا احنا تشاركنا مع وزاره الموارد المائيه علشان ان احنا نرفع كفاءه الصرف الزراعي في القرى المتضرره من هذه السيول، بالاضافه لتعويض المزارعين علشان نخفف من على عاتقهم العبء اللي تضرروا من خلال هذه السيول. الحقيقه كل الانشطه اللي بيقوم بيها الصندوق في مواجهه الكوارث والازمات دوره ما كانش هيكون محوري في غياب الشراكة القوية جدا مع كل منظمات المجتمع المدني والتنسيق كمان مع الوزارات المعنية، وده اللي خلانا نطور من جهودنا في السنوات التالية علشان لما نواجه سيول زي اللي واجهناها في 2020 في بدايتها نقدر ان احنا ندبر 100 مليون جنيه نوفر من خلالها سواء تعويضات للناس المتضررة او نرفع من كفاءة القرى اللي تضررت. كمان مع جائحة كورونا وحضرتك يمكن عارفة دي عصفت ببلاد أقوى مننا بكتير جدا سواء في الأنظمة الصحية أو غيره، ولكن الحمد لله بفضل المشاركة القوية مع أجهزة الدولة إحنا قدرنا إن إحنا نوفر كل المتطلبات اللي يعني تم طلبها مننا سواء في دعم مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إن إحنا كان لازم ان احنا نوفر وسائل بديلة للعمالة غير منتظمة علشان ان احنا ما تكون الازمة اخف قدر المستطاع. ومن هنا احنا قدرنا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وباقي منظمات المجتمع المدني ان احنا نوصل ل 660 الف اسرة على مستوى 27 محافظة. وفرنا من خلال التعاون ده المواد الغذائية وصلت ل 700 الف طن، بالاضافة ان احنا وفرنا لبس العيد لعدد كبير جدا من الأسر خلال عيد الفطر المبارك، بالإضافة للدواجن والخضروات. كل هذه المساعدات أو التدخلات اللي تمت خلال الفترة الماضية شكلت دور محوري للصندوق علشان نقدر ان احنا نخفف شوية من على عاتق الدولة تكاليف مواجهة فيروس كورونا في وقت العالم كله بواجه جائحة ممكن أنظمة كتير تعثرت الحقيقة أن هي تواجه تداعيات هذه الأزمة. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، شكرا لك.